Ça va, les bêtes, je suis bien. Qui paye tes chouilles? Qui date la canne? Je suis bien. 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 جوج هما خاصويا قلت تجي عندي المره الثانيه قلت باش نحيدك عشان نخدم الاولى مشيت عند نقول له حيدت لي جوج منه دابا حيدت لي جوج انا ثلاثه اربعه جوج انا ثلاثه انا المره الجايه قلت نحيدك الفوق في الخام التحية لي خير بحال شي رحمه الله هذيك النهار كاع حيدت له الدار قلت له شي حيدي شي قلت له لا صافي اللهم يبارك تبارك الله يدي ميسر والله خويا داك الشيء خام التحية ولا كاين تبارك الله صالح الله الله يحفظك فرنان انت الريح تدق لي البرام تتلاقش بيجي هذيك الفان صاش الحديد تقول له استاذ الله حفظك المرة أخرى كاع ونجي وهذه سبحان الله العظيم ما تجي عندها فهمتي خاصها يكون أمان إن شاء الله فهمتي أخويا خاصها يكون أمان إن شاء الله ما خشي بالي سنين أجي والو سنين أجي أخويا إن شاء الله غادي تجي ابتسامة زوينة وغادي يضحك وديك الساعة غنوريكم لو ريزولتا وغادي يهضر معاكم ابتسامة ديالو إن شاء الله وجيسبيغ شوف تنقولو حنا ديما حنا تنديرو اللي علينا والكمال على الله ولكن إن شاء الله يكون خير واحد مادام تسعة في الخير راه ما غاديش ربي يخيبو ما عنديش مشكل غير جو بريفير نخلي ما بين التحيه الاول والتحيه الثاني صادير لي زيكستراكسيون واحد او موان اون سيمين كوم سا تيتجمع اللحام كوم سا حيت الا جينا نحيدو من كاع لي كوتي ما يقدرش ياكل حيدنا من هنا ومن هنا وداكشي ما غيقدرش ياكل هو ديجا عنده مشكل في السنان الا حيدنا على الجوي كاملين غيبغي يشرب غير الماء ولا يبغي غير ياكل غير طريف ديال الخبز راه ما غادي يحس حيت اللحم مازال ما غيبراش دغيا دونك جو بريفير نديرو اون سيمين بما برات جهه ندوزو جهه اخرى هو يقدر يالتيرني مره ياكل على نمر يعني بالنسبه للمرات بحال الحصه الاولى كنكملو غير التحيه ديال السنان لي زيكستراكسيون حيت الحصه الاولى ما يمكنش فاش حيدنا ما يمكنش نحيدو كلشي دقه واحده باسكو كنديرو البنج كنديرو شحال من حاجه دونك تنحيدو جهه بجهه دونك اليوم كملنا التحيه مازال لي حصه ولا جوج ديال لي زيكستراكسيون ان شاء الله يبرا لي اللحم مزيان ونبداو في لا بروتيت باسكو ما كان عطيتو لو تريتمون عطيتو شنو لي خصو يدير في الدار شنو اللي مخصوش يدير شنو خصو يدير والحمد لله تجاوب مع الحصه وكلشي داز مزيان قالت ليه جوج الحصص ديال التحيات كيف ما قلت لك ابري غنبداو في لا بروتيز ما نقدرش نقول لك خاصنا نبداو بعدا لا بروميير اومبرانت نشوفوها كيفاش غادي دوز نشوفو واش داكشي غادي هو هذاك الا كان كلشي مزيان كلشي تخاد من المره الاولى مزيان راه ان شاء الله واحد ربعه ولا خمسه ثلاث سيونس هو في الاول كان شويه صعيب مي ان شاء الله غادي هو بلوس لا ديفيكولتي فين كاينه المشكل فين كاين في لو كوتي استيتيك اما التحيات ولا لي سوا راه ساهلين عاديين دي تريتمون بازيك لا ديفيكولتي كاينه بلوس لو كوتي استيتيك كيفاش غنقدروا نديروا داكشي اللي بغا كيفاش غنقدروا نصايبوا ليه السنينات كيف ما بغاهم لا فورم ديال السنان لا بروتيز اللي غادي يدير كيفاش واش غيتقبلها ولا لا كيفاش غادي تكون شكلا و حتى اللون ديال لي دون اي تو هادشي اللي شويه كيسبب واحد لا ديفيكولتي مي لي سوان كيف ما قلت لك التحياد ولا لا شيروجي باش حيدنا هذوك لي دون اللي كانوا ديجا مهرسين ومرادين صافي لونطون الحمد لله سي دي تريتمون اللي عاد نديرهم في الكابيني ماشي مشكل كيجيو بزاف كيجيو صعب من مراد كيجيو سهل من مراد زعما هاد الحالات راه هما اللي تنشوفو لا بليبار دو طون في الكابينه كيف ما قلت لك المره الفايته في لا فيديو راه كنحاولوا ما امكن اننا نجاوبو مع كاع لي كا ما يمكنش لو باسان يجي عندك غادي يقصد لو كابينه ديالك باش غادي يلقى واحد لا سوليوشن وتصيفطو تقولوا لا راه ما كاينش حل ضروري تلقاو الحل كيف ما قلت لك واخا نجمعو بزاف لي تكنيك وبزاف لي تريتمون باش نلقاو هذاك الحل اللي غادي يقدر يرضي المريض واول حاجه بعدا اللي تنبداو في الحالات اللي كيكونوا فريمون مستعصين وكنحاولوا نشرحوا لو باسون نحاولوا نكونوا اونيت معاه استاجا غنقولوا ليه صراحه فوالا المشكل اللي عندك راه ما ساهلش راه صعيب غادي نمشيو بشويه بشويه ها شنو اللي نقدر نوصلو ها اللي ما نقدروش نديروه كوم سا لو باسون بدا او موا تيكون واعي تيكون عارف شنو غادي يوقع تيكون عارف شنو المشكل اللي عنده كيكون عارف لاين غادي يوصل كوم سا باش تكون واحد لا كوبيراسيون كيكون هو مجاوب معانا وحنا مجاوبين معاه ولا سيونس يدوزو مزيانين ان شاء الله
هما ديما تنصح لي فيزيت الاولين عند الميدسان ضروري. المريض خاصو ما يحاولش انه يبقى يستهون، يبقى يقول لا صافي تا ضرني الدرسه، لا صافي تا تمرض ومشي نحيدها، حيت راه كل ما حيدتي درسه راه التكلفه كتكون غاليه باش انك تعوضها، وما يمكنش على الدراسه هما المهمين باش كناكلو. يعني راه ملي كتمرض لك سنه ولا درسه وكتحيدها راه كتمرض شحال من حاجه ديغيغ، سواء المعده سواء القلب سواء شحال من حاجه. دونك راه كاينين ترسبات، الواحد في الاول اون فوا ضرو شي حاجه ولا كاع بلا ما ضرو يدير دي كونترول مره ولا جوج مرات في العام، ما فيها باس كتمشي، حتى التكلفه كتكون قليله. يعني حتى الا كان شي مشكل ولا كان شي حاله اللي صعيبه ولا كان شي الم الطبيب كيكونتروليها سوغ لو جون. اما الا خليتي المشكل تتفاقم راه ما يمكنش، راه كيف ما ديما تنقول الثمن تيتزاد وحتى الحالات تولي مستعصيه. وحنا الحمد لله تنتعاونوا، ما تن كيف ما كنقولها عاوتاني ديما، راه التكلفه على حسب لا كاليتي ديال الخدمه. سي نورمال الا خليتي سنانك حتى تفاقم المشكل راه التكلفه كتزاد، الثمن راه تيطلع. مي حنا الحمد لله في العياده زعما ما تنخرجوش شي واحد اللي مقلق، زعما تنحاولوا نتعاونوا مع الناس كاملين، تنحاولوا نلقاو دي فاسيليتي مع الناس كومسا باش هما ما يتحرجوش وحتى حنا ما نتحرجوش. دايره تعمل شعبي خصك تسول الناس. انا بيسخ نقول لك راه الثمن شعبي، ولكن خاصك غير هو الواحد ماشي. شوف الا قلتي شي واحد الثمن ديالك ديال اي بريستاسيون سواء سنان سواء كتبيع شي حاجه ولا هذا غيقول لك راه غالي، ولكن ديما تربط الثمن بلا كاليتي ديال الخدمه. لا هو الاستيتيك راه ماشي هو تحيد الدرس ولا هذا، ماشي ما داخلاش في الاستيتيك. الاستيتيك هو كيفاش غتعوض هذيك الدرس اللي حيدتي، وكيفاش غتقدر تعوض هذاك الشوفوجمون اللي عندك في سنانك، صافي خصنا مشات كيفاش تقدر تعوض بلاصتها، باسكو ما يمكنش تضحك اللي بان لك الخور سنان. هذا هو الكوتي استيتيك. دونك الواحد باش يتفادى انه يوصل لهاد المشاكل ويزيد شويه في الثمن، خصو من الاول يجي المشكل، من الاول يمشي عند الطبيب. صراحة الرسالة اللي كنقولها دائما وابدا هو ما تستهونوش بسنانكم، ما تستهونوش تقول صافي ضرتني درسة. دابا انا تنشوف نعطي واحد المثال، تنشوف العيادة ديالنا هو الناس كيجي ضرها سنة تيقول لك صافي ضرتني نو ما نعالجهاش نحيدها. تنحاولوا نقنعوهم لا الشريف راه الا حيدتي ديك الدرسة راه غتخلص عليها بزاف، انا ما خاسرة والو راه نحيدها وغادي نعوضها ونتخلص كثر، ولكن علاش تضيع درسة اللي مازال صحيحه وتقدر تعالجها وتقدر تضرب لك واحد الاعوام واعوام على انك تحيدها باسكو غير ضراتك. ومن بعد غتولي حيدتي درسه ضروري غتقلب على باش تعوضها سوغ لو شون، تا ني با انتريسي تقول صافي نحيدها وصافي. ولكن اون فوا غتبدا تضحك، اون فوا غتبدا تشوف راسك في المرايا، اون فوا غتبدا تهضر مع الناس ضروري غتبان لك هذيك الخويه، ضروري غتقلب على انك تعوضها. دونك علاش تحيدها من الاول؟ ما تستهونوش، سولوا الطبيب ديالكم وحاولوا تثقوا في الطبيب ديالكم وتبقاو ديروا لي كونترول، تبقاو ديروا لي كونترول غادي تهنيكم شحال من حاجه، مع انكم تخسروا فلوس بزاف ومع انكم تفاقموا المشكل ديال سنانكم. اشترك الان في قناه اشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تيفي جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.